السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، طبيعة الحال هذه الفضيحة ما كانش خصها تدوز بلا ما نعلقوا عليها، لأنها تنضاف إلى العديد من الفضائح في زريبة الفقاقير في الحاضرة الكبرى. طبيعة الحال حق من سماها بالحاضرة، لأنها فعلا حاضرة، وهذا المصطلح كنا دائما كنستعملوه حتى جاوا هما واعترفوا بريوسهم. على كل كان هناك طبعا الحال كما تعلمون مباراة ما بين المنتخب الجزائري في قارة الكنغولي ومنتخب مالي، سلاس هذه المباراة، وكان من المفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفي ديال مدرب منتخب مالي مع مدرب المنتخب الجزائري، لكن الحاضرة الكبرى بطبيعة الحال بما أنها بلد الفضائح تقطعت لهم الكهرباء، تقطع لهم الضوء في هذا المركب الرياضي اللي من المفترض على أنه غادي يحتضن حسب ما كيقول عبد المجيد حشاكوم و بطبيعة الحال البصبعيين من المستحمرين، غادي يحتضن ما عرفت شنو منافسة عالمية وما إلى ذلك، تقطع عليهم الضوء لدرجة على أن هذا المدرب، خصوصا المدرب مالي اللي كان كينتظر باش أنه يرجع الكهرباء ويدير المؤتمر الصحفي ديالو ويمشي في حالاته، بقى كيستنى تقريبا لنصف ساعة ثم نهض غاضبا وغادر القاعة بدون إتمام المؤتمر الصحفي في آخر المطاف، تم إلغاء هذا المؤتمر الصحفي. تخيلوا معايا متابعينا الكرام أن هادشي كيوقع في الحاضرة الكبرى اللي قالت لك سيدي باغيني نفس المغرب في الملف ديال احتضان كأس أمم إفريقيا لسنة 2025. والفضيحة أنا الأخرى متابعينا الكرام، وهو أنه خلال هذا المشكل اللي وقع ديال الضوء، تقطع عليهم الضوء، كانت هناك لجنة ديال كأس، عفوا لجنة ديال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كانوا حاضرين ويعاينون أشنو واقع، كانوا كيسجلوا، شادين الورقة وستيلو كيسجلوا، لأنه بطبيعة الحال لجنة الكاف فاش كتكون حاضرة فهي كتقيد جميع المشاكل اللي يمكن يقدروا يوقعوا أو اللي يوقعوا خلال احتضان مباراة فلانية أو خلال احتضان حدث فلاني وما إلى ذلك. وهذا يعني المعاينة وهذا التقارير اللي كتسجل كتكون عندها انعكاسات عفوا فيما إذا زريبة الفقاقير قال لك سيدي بغاوي ينافسوا المغرب في احتضان كأس إفريقيا لسنة 2025، وجب بالله عليكم ثم كتقطع عليكم الضوء، ما حليتوش حتى المشكل ديال الضوء، خليت المدربين أو المدرب ديال المنتخب المالي خرج ساخط، خرج يعني معصب غاضب، وباغيين تنظموا كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، وجب بالله عليكم واش هادو عندهم شي عقل ولا ما كيكتابوش. على كل المتابعين الكرام، هاد الأمور غير مستغربة في الحاضرة لأننا اعتدنا هاد النوع من الفضائح، وغادي نشوفوا مازال فضائح أخرى، لأن بطبيعة الحال الحاضرة هي بلد للفضائح بامتياز. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.